في الفترة التي سبقت ثورة 23 يوليو اضطرت الحكومات المتعاقبة تحت ضغط الشعب إلى قطع المفاوضات، وأخذ الشباب في كل مدينة بل وفي كل قرية يتدربون على حمل السلاح، وبدأ الكفاح المسلح ضد قوات الاحتلال في منطقة القناة. وفي القاهرة خرج الشعب كله يعلن تأييده للأبطال الذين يحاربون العدو معركة الموت أو الحياة من أجل تحرير أوطانهم. ناوي تخرجي في المظاهرة؟ طبعا، البلد كلها قايمة على رجلي، اشمعنى احنا اللي هنقعد نتكلم؟ لكن هتبقى بهدلة. خلاص خليك انت، انا شخصيا خارجة. وانا خارجة، ولما حد في اهلنا يشوفك. اهلنا اهلنا، هو ما حدش له اهل غيرنا. سكوت من فضلكم. ان وظيفة المرأة هي الأمومة، ومكان المرأة هو الجيش. ان السلاح والكفاح للرجال. ان حضرة النهضة تقول ان المرأة للبيت والرجل للكفاح، وانا اقول إن الاستعمار حين استعبدنا لم يفرق بين الرجل والمرأة، وحين سدد الرصاص إلى قلوبنا لم يفرق بين الرجل والمرأة، فدعونا نعبر عن شعورنا، دعونا نعبر عن مشيئتنا، وافتحوا لنا الأبواب. خالتي 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 الحاج نايمة يا خالتي. ليلى مالها؟ ليلى خرجت مع البنات في مظاهرة. مظاهرة؟ هي كانت اتجننت؟ أنا عارفة يا خالتي. ولا همها طبعا، عشت وشفت بنت ليا تشترك في مظاهرة، ادي اخر تربيتك، تربيتك اللي زي الزفت. عاشت عاشت مصر حرة، ما يصحش. ابعدي انتي. والله لو عملتيها مرة كده. شوفي انا خايف. عجبك؟ ايه بس اخرافي يا بنتي، وانا حر فيها، ربيها دايما عارف. حد غصبك تعملي العملة السودة دي، تفضحينا وتجرصينا في الحتة؟ هي جميلة مش بنت زيك، ما عملتش عملتك دي ليه؟ ليلى أنا آسف على اللي حصل، الحكاية دي مش هتحصل تاني أبدا. وإيه الفايدة يا محمود؟ ايه الفايدة بعد البهدلة دي كلها؟ ما تكبرهاش امال بقى، بابا غلطان وانت كمان غلطان. انت كمان؟ انت كمان بتقول غلطانة؟ غلطانة في ايه بس؟ ما قتلتش حد، ما سرقتش حد، خرجت في مظاهرة فيها ألف بنت زيي، عبرت عن شعوري. فعلا غلطانة. ايوه غلطانة. عبرت عن شعوري كأني انسان ونسيت اني مش انسان، نسيت اني بنت. بنت، مش ده اللي انت عايز تقوله؟ انا ما قلتش الكلام الفارغ ده. انت عارفه كويس قد ايه انا بحترم المراه، وقد ايه انا مؤمن بان لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات. على الورق، على الورق بس. ورق ايه بس؟ كلام حلو على الورق، انما لما تيجي للجد تبقى اختك غلطان. دي مش طريقه الكلام ده. اهدى شويه، انا هفهمك. افهمني عشان انا ما بقتش فاهمه حاجه ابدا. كل حاجه اعملها عيب، كل حاجه اعملها غلط. الضحكة دي عيب، عيب ليه يا ماما؟ مش على الأصول، والكلمة الكلمة اللي طالعة من القلب عيب، أضحك عيب، أسكت عيب، أدخل للضيوف عيب، أنا احترت معاك يا ماما، كل حاجة أعملها تطلع عيب في عيب. أنتِ بنت، واللي يمشي على الأصول ما يتعبش. الأصول بس فهموني.
انت دايما كنت تقولي ولا يهمك، البنت زي الولد تمام، واللي بيسموه اصول ده مش اصول بالمره، وصدقت. ودلوقتي انا مش فاهمه حاجه خالص، اصدقك انت ولا اصدقهم هم؟ ايه الصح وايه الغلط؟ يلا يا حبيبتي قولي لك لقمة، انت من الصبح على لحم بطنك. والله انت غلبانه ومسكينه وجايبه لروحك النكد. ايه الصح وايه الغلط؟ ما تسمعي الكلام يا ليلى وتقعدي تاكلي. اخرجوا الاول. أنا نفسي مش عارف إيه الصح وإيه الغلط، كلنا مش عارفين. بس يا ماما العريس ده بلدي وعجوز وبكرش. يا بنتي يا حبيبتي الراجل ما يعيبوش حاجة إلا جيبه، ده هيسكنك في فيلا في الهرم ويجيب لك أوتومبيل. أيوة يا ماما بس متهيألي إنه دمه تقيل. مش حرام الجمال ده يتبهدل، والإيدين الحلوين دول يفضلوا يغسلوا ويكنسوا ويمسحوا. مش عاجبني يا ماما، مش عاجبني. بلاش يا بنتي، على كيف ماما. أنت زعلتي مني يا مامي؟ هزعل منك ليه يا حبيبتي؟ أنا بس بدور على مصلحتك. سيدة عصام. أهلا 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 عصام يا حبيبي، أنت لازم ميت من الجوع. واقع. أنا موضبة لك ومسخنة لك الأكل. اسكت يا عصام، أما حصل لليلى النهاردة حتة فصل. ليلى بنت خالتك طول عمرها مجنونة. إيه جميلة حصل إيه؟ ومن ساعتها يا ابني وهي مش عايزة حتى تبل ريقها ببق مية. خش لها أنت يا عصام يمكن تقدر تعقلها يا ابني. أقدر أدخل؟ أرجوك يا عصام سيبني دلوقتي. أسيبك إزاي بقى؟ أنت فاكرة نفسك بنت خالتي وبس، أنت أختي الصغيرة. طيب فاكرة لما كنا صغيرين وكان أخوكي محمود دايماً يقول أنتوا فاكرين ليلى دي أختي؟ ده إحنا لقيناها على باب الجامع. أقول له يا سيدي بلاش، تبقى أختي أنا، أختي الصغيرة. طيب فاكرة لما محمود كسر لك العروسة بتاعتك وفضلت أنا مضرب عن الأكل أربع أيام لغاية خالتي ما نزلت وجابت لك عروسة بدلها؟ فاكرة؟ الله، أنت مش عايزة تكلميني ولا إيه يا ستي أنا؟ اسمع يا عصام أنا مش عيلة عشان فايدة يا خالتي، مش عايزة تاكل. Thank you.
هو عصام بقاله كام يوم ما بيجيش ليه؟ ما اعرفش. يكونش متخاصم مع محمود؟ ما اعرفش ما اعرفش. ايه ده؟ هو انت دايما كده لازم تصرخي زي التوات؟ هي عملت ايه تاني؟ ولا حاجة. يعني ما طلعتيش تباركي لخالتك والجميل؟ أبارك لها على إيه؟ هي دي جوازة؟ دي جنازة. ليه؟ ماله؟ يا ريت تلاقي لك عريس زيه. بعد الشر. أهو الواحد ما ياخدش منك أنت يا أخوكي غير الكلام الفارغ. لكن أعمل إيه؟ اسمتي كده. أختي شاطرة، عرفت تطوي ولادها تحت جناحها. الدور والباقي عليا أنا. عصام يا ماما. ما تيجي يا عصام. هو محمود لسه ما جاش؟ زمانه جاي يا ابني. تعال اتفضل. مبروك خطوبة جميلة. الله يبارك فيك يا خالتي. عقبالك إن شاء الله. بتقري إيه؟ كتاب السلامة موسى. مش معنى سلامة موسى؟ عشان بيقول اللي هو عايز يقوله على طول. طب ما كلهم كده. لا، في صنف بيلف ويدور وفين وفين عبل ما يقول اللي هو عايزه. انت اصلك لسه صغيره يا ليلى ومش فاهمه ان في ظروف بتخلي الواحد ما يقدرش يقول اللي هو عاوزه مباشره. ونويته امتى ان شاء الله؟ والله يا خالتي ان كان على العريس عايز النهارده قبل بكره. اعمل لك شاي يا عصام؟ لا يا خالتي مش مهم، ما تتعبيش نفسك. ما فيش تعب يا حبيبي، انا رايحه المطبخ على كل حال. ليلى، انت عارفة، عارفة من غير ما اقولك. لكن انت ما جيتش يا عصام، كل المدة اللي فاتت ما جيتش. كنت خايف. مني انا؟ من الناس ومن الظروف. انت بنت خالتي يا ليلى، كل ما بشوف ابوكي ومحمود بتتكسف؟ انا بحبك يا ليلى. الحاجة اللي بتخليني حاسة ان انا عايشة تخليك انت تنكسف؟ عصام أنا مش ملك بابا ولا محمود، أنا ملك نفسي وحرة زي زيك، وعلى الأساس ده عايزاك تحبني. لو تعرفي قد إيه بحبك. ما بقتش فاهمة، مش فاهمة حاجة أبدا. هو إيه ده يا ليلى اللي مش فاهماه؟ حاجة في الكتاب مش فاهمة. ما تخلي عصام يفهمك. مش عاوز يفهمك. هو أنا قلت لا يا خالتي؟ أبدا يا ابني، طول عمرك ابن حلال وبتفهمها كل حاجة، مش زي محمود ما عندوش ريحة الصبر. ده حتى هو مش عارف يفهم. ايه يا عم ده؟ ده فين؟ مساء الخير يا ماما. اهلا يا واد. اختشي امال يا واد. ايه ده؟ الواحد ما يقدرش يبوس امه؟ امال يبوس مين يا اخوانا؟ ايه رايك يا عصام في المشكله دي؟ لا انت باين عليك رايق قوي النهارده، ضروري راجع من حفله الكليه. حفلات مين يا استاذ؟ انا فاضي الكلام الفارغ ده. قرارات قرارات حاجة تاكلوها. ايه ده؟ تفتكر ايه؟ ده جدول تدريب عسكري. انت اتطوعت؟ وقربت اخلص تدريب كمان. وهتسافر القنال؟ بعد 15 يوم. 15 يوم؟ ايه رايك يا عصام؟ انا شايف يا محمود انك اتسرعت شوية. مش كان يصح يا اخي تستنى لما نشوف ايه تطورات الموقف؟ احنا اللي هنحدد تطورات الموقف يا عصام. أنا وأنت وكل مصري، مش حد تاني. برافو يا محمود، برافو، كان لازم تعمل كده. ولا هتوحشنا ملوخية الست ماما. معلش نبقى نبعت لك شوية في ترمس. يا ريت أنا يا محمود، يا ريت أنا أجي معاك. طولي بالك، لما الرجالة يخلصوا اطلعوا أنتوا يا ستات. بس بابا وماما دول لو عرفوا. أكيد
أكيد هيتعبوا. مش هيفهموا، مش هيقدروا يفهموا. تعرفي يا ليلى، أول ما أقول لك اعقل، اصبر، استنى لما تشوف. هما هيقولوا كده وبس، لو الست ماما بقى تقعد تقرلك الأمثال والحكم الغالية بتاعتها. الباب اللي يجيلك منه الريح. سد واستريح. واللي يمشي على الأصول. ما يتعبش. ونومة وطمطيط. ولا فرحة طيطة. طب وبابا، بابا هيعمل إيه؟ بابا؟ بابا هيكشر ويشاور ويقول الحركة دي مش هتجيب إلا الخراب. خراب. الخراب. قول لي يا محمود، يا ترى اقدر اسافر معاك في دفعتك؟ افتكر تلحق يا عصام. تصبحوا على خير. عصام! على فين يا ليلى؟ عصام نسي قلم. اهو حضرتك فاكر نفسك بطل؟ انا مش بطل، انا راجل، راجل بيدافع عن حريته. تقوم تجازف بحياتك؟ مش يمكن تقع هناك من اول يوم؟ كل شيء ممكن. طبعا، انت يهمك ايه؟ ابوك يشقى ويعرق ويشوف الويل عشان يخليك بني ادم، وحضرتك تموت بطل، وامك تنحرق وابوك ينحرق. بابا ارجوك افهمني، انا لازم اسافر. اعمل حسابك لو سافرت، لن تبني ولا نعرفك، وعتبة البيت ده ما تخطيهاش. ده رجعت. اعقل يا ابني عشان خاطري، عشان خاطر امك الغلبان. عصام انت طول عمرك عاقل يا ابني، اعمل معروف عقله. ساكت ليه يا عصام؟ ما تتكلم. هتكلم اقول ايه بس يا خالتي؟ عقل المجنون ده. هو عصام بقى فيه عقل؟ ما طيره محمود ابنك، ايه البركه في محمود؟ انا عارفاك طول عمرك تجيب الذنب على محمود. عصام طول عمره عاقل. انا مش عيل عشان محمود يطير عقلي، فاهمه؟ انا مسافر. مسافر بكرة مهما عملتي، هسافر هسافر. ما اقدرش يا عصام يا حبيبي، ما اقدرش. حرام عليك يا عصام، ايه اللي بتعمله ده؟ لازم اسافر، لازم. خلاص، ده قرارك النهائي. ايوه. خدي خدي بوني، لازم يا ماما. خدي وتعالي بعيد يا اخوات. لا يا ماما، ماما. لا يا ماما، لا. بس يا ماما بقى. معلش يا ماما، تعالي معايا، تعالي معايا انا يا ماما. ما تعيطيش يا ماما، بس يا ماما. كنت تبقى في السكة. الله، لسه ما لبستش؟ هو انت مش مسافر يا ابني؟ اعمل ايه يا خالتي؟ ماما عيانة خالص. واشمعنى محمود؟ اشمعنى هو اللي هيسافر لوحده؟ ويعني كان هيحرسني؟ عصام هيسافر لما خالتي تخف يا ماما. لا يا ليلى، انا مش عايزك انت بالذات تعيطي، انت فاهمه؟ فاهمه انا رايح ليه؟ فاهمه يا محمود، وبكره كلهم هيفهموا. مع السلامه.
السلامة يا محمود. ليلى. مش وقت يا عصام. ليه بتهربي مني؟ ليه مش عايزه تديني فرصه اتفاهم معاكي؟ انت اتكلمت. انت زعلانه مني عشان ما سافرتش مع محمود. وهزعل منك ليه بقى؟ امال ليه متغيره من ناحيتي؟ انا مش متغيره ولا حاجه، بتهيألي. انت ما بتحبنيش، ما بتحبنيش خالص. انا زي ما انا، ما اتغيرت. زي زمان. جواب، جواب جري من محمود. ده هو كل يوم والتاني بيبعت لي جواب. طبعا هو في حد في كلها اخذ. بيقول ايه والنبي بيقول ايه؟ هيقول ايه يعني؟ تلاقيه بيتكلم عن حسين عامر. لا ده حسين عامر ده لازم عامل له عمل. حسين عامر ده بطل يا ست جميله. عارفه يعني ايه بطل؟ ده انت باين عليكي مخفوفه زي اخوكي. والله ما حد مخفوف غيرك. اقعدي يا ليلى، الجواب اقعدي. انا احيا يا ليلى، احيا احيا كل ساعه ودقيقه من عمري. كنت احسب وانا في القاهره اني احيا، ولكني بعد تجربتي الاخيره ادركت اني كنت مخطئا، وان الركود موت لا حياه. ويعني ايه بقى الحياه بلا ركود؟ يعني بصراحه احنا ميتين مش عايشين. اظن يعني عشان ما بنحاربش. لا، عشان ما بنتبعش، ما بنقولش لا، ما بنتحكمش في مصيرنا. عشان انتي كفايه يا ليلى. انا نسيت الشنطه هناك، اما اروح اجيبها. كده يا ليلى زعلت جميله؟ اعمل ايه، ما انا كنت حطق. اهو الكلمتين اللي في نفسي قلتهم وخلاص. هي دي جوازه دي تتجوزها؟ فعلا ليلى عندها حق، الواحده ضروري تختار. ومين قال لكم ان جميله ما اختارتش؟ لا يا عديله، جميله ما اختارتش. ضروري تفهموا ان الناس مش زي بعضها. جميلة عندها فكرة كويسة عن الجواز وبتحاول تحققها. جميلة عايزة العربية وعايزة الفريجدير وعايزة الشارق اللي يدفع أكتر. ألا أونا ألا دوي. ملي يا أختي عينك. ملي. أما حتة عريس ولا جروجري بيك في زمان. والنبي ده مش حرام. أنا مش فاهمة بس إزاي هتتجوزه. يا سلام يا ستي، يعني لازم أفهمك. زي ما امك اتجوزت ابوكي، من غير حب، من غير شوق، من غير احساس. بس 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 انت هتردميهم؟ ما احنا حافظينهم. انا مش بهزر يا عديلة، انا بتكلم جد. امك اتجوزت من غير حب عشان ما كانتش تقدر تعمل غير كده. انت زي امك، افكارك زي افكارها. والله احنا مصيبتنا تقيله، على الاقل امهاتنا كانوا فاهمين وضعهم، لكن احنا ضايعين. لا احنا فاهمين اذا كان الحب حلال ولا حرام. اهلنا يقولوا حرام وردي الحكومه الليل مع نهار يغني للحب، والكتب معظمها يقول للبنت انت حره، لكن لو صدقت تبقى مصيبتها تقيله وسمعتها زفت وهبه. جميلة ما بيرخش عينه عنك ابدا. انت مصيبه. امال فكرك ايه؟
ده انا فاهمه وهي طايره. قول النبي صاحي بيحبك يا ليلى. انت هتعملي حده علينا يا بنت انت. ده مش بيحبك بس، ده هياكلك اكل. انت يا واحده هكلم ماما لسه متجوزه. ايه مفيش بنصار ولا حاجه؟ مصفاك. ايه يعني خلاص ما نعرفش بعض؟ تسمحي لي اقول لك كلمه؟ اتفضل. انت النهارده ساحقه. ده حرام والله. ايه ده؟ حد يبقى لابس فستان شيك بالشكل ده ويفضل لازق في مطرحه؟ مش تلف كده على الناس تسلمي عليهم. ساحق؟ وده يطلع من كمان واحد قريب ناس مصري. اما جذاب بجد ولا جذاب ولا حاجه، ده دمه زي السم، ده مره حاول يعزوز. ايه مش تعرفيني باصحابك؟ ولا الترابيزه محتكره كل الحلاوه اللي في الحفله؟ فاضل سناء عديله الاستاذ صدق المغربي. تشرف. اهلا وسهلا. ما تتفضل تستريح. خالتي عايزاك. في ايه بينك وبين الواد ده؟ واد مين؟ الواد صدقي ده اللي بيقرصك في كتافك. ما كنتش فاكر انك رخيصه للدرجه دي. بتتكلمي؟ انطقي ساكته ليه؟ انت قليل الادب. انا اللي قليل الادب ولا انت؟ ضروري شجعتيه. ايوه شجعته وبحبه كمان. عايز ايه بقى؟ جنان يا طنط جنان. الفستان جنان. وجوه الفستان والحفله كلها حاجه حلوه خالص. عقبال الفرح ان شاء الله. ميرسي. عقبالكم يا اولاد. ميرسي يا طنط. لو تسمحي يا ليلى البلاطي بتاعتنا. خدي يا ليلى طلعي لهم البلاطي، وما تنسيش يا بنتي تجيبي لي الفرو بتاعي، اصل خالتك جسمها ما بقاش يستحمل البرد ابدا. العفو يا ست هانم. العفو يا ست هانم. يا ست هانم العفو العفو العفو. ايه ده حيلك حيلك؟ انت علقتي ولا ايه؟ نسيتوني فوقي وخالتي. ما نعتبكيش بقى يا ليلى. باي باي. خالتي بردانه وعايزه الفوريوش. عايز ايه يا عصام؟ اقتلك. انت مجنون. عارف انت اللي خليتيني مجنون. ما تتعبيش نفسك، مش هتفلتي من ايدي ابدا. انا كنت بضحك عليك يا عصام. ما عدتيش هتضحك عليا تاني ابدا. اقتلني يا عصام اذا كنت فاكر فيا كده. يعني أنا غلطان؟ طبعا غلطان. بحبك يا ليلى. ده مش حب، ده سميه أي حاجة، إنما مش حب. أنا بحس زي ما تكون عايز تضربني. أنت ما عدتيش بتحبيني، لكن أنا مش هسيبك. أنت بتاعتي، ملكي أنا، ملكي. ده مش ملك حد، مش ملك حد. لا ملكك ولا ملك أي إنسان، فاهم؟ أنا حرة. Thank you.
يعني في المعسكر كانوا عارفين انكم رايحين ومنتظرينكم مش كده؟ هذا مالك الجرح؟ الجرح مش انا يا حسين، الجرح. ما كنتش افتكر يا عصام انك تعمل كده. انت صغيره ومش فاهمه حاجه. انا فاهمه كل حاجه. فاهمه اني مش قادره انام، مش قادره اذاكر، فاهمه العذاب اللي ببقى فيه لما بتكوني جنبي، ومش قادره ابص لك، مش قادره المسك. تاكدي ان لو كنت في وعي ما كنتش عملت كده. خلاص سامحتيني، من هنا ورايح مش هلمسك ابدا ولا دايك. كفايه عليا ابص لوشك الحلو ده واسمعك لما تتكلمي، واستنى لحد ما نتجوز. هنقعد قد ايه في مصر؟ لحد ما ننتهي من المهمة اللي احنا راجعين لها ونجيب كل الامدادات. مفيش فايدة يا حسين. المسألة مش مسألة الامدادات. ما دام كل واحد خايف وقافل الباب على ولاده، ما دام كل واحد ما بدورش إلا على مصلحته، يبقى مفيش فايدة. مش كل واحد قافل الباب على ولاده، بدليل إن احنا هنا. احنا كام؟ 300؟ 400؟ لحد امتى هنستمر في الوضع ده؟ طول ما احنا عايشين. ليلى من دراعك؟ ولا حاجة بسيطة. ماما يا حبيبي يا ابني، الحمد لله على سلامتك. أديك رحت يا سيدي ودافعت عن حريتك. كانت النتيجة إيه؟ مش كان ممكن الرصاصة دي تيجي في قلبك؟ بعد الشر. الاحتمال ده أنا كنت عامل حسابه يا بابا. بس أنا مش عايش لوحدي، أنا عايش في بلد، بلد لها حق عليا. أنا أفضل زيادة في اطمئنان إنك تاخد الدرجة. شكرا يا دكتور. اتفضل يا دكتور. يا ريتني كنت زيك، قوية زيك، أقول كل اللي في نفسي. ازاي يا عصام وجميلة وخالتي؟ دول ما يعرفوش إنك رجعت، هروح عند أهلهم. أنا آسف. طالع ولا نازل؟ لا طالع ولا نازل، أنا خارج هنا في الدور ده. مش ده الدور الرابع؟ أيوة يا فندم. في حاجة يا فندم؟ من فضلك شقة محمود سليمان فين؟ محمود هنا. وانت ليلى؟ لكن عرفتي ازاي؟ وانت عرفت ازاي؟ انا محمود كلمني كتير عنك وكلمني كتير قوي عنك. يبقى احنا اصحاب وبنعرف بعض من قبل حتى ما نتقابل. جميلة، أصل محمود رجع وجاي أقول لعصام ينزل له. بص عليكي، مش لما تشوفي فستان الفرح الأول. وإزاي محمود؟ كويس. فين عصام؟ في أوضته، روحي شوفيه على بال ما ألبس لك الفستان. أهلا ليلى. محمود رجع. صحيح. مش هتنزل له؟ أيوه طبعًا طبعًا. إلا إذا كنت مشغول. عصام، عايزة أقول لك حاجة. مش خلاص يا سيدة؟ خلصينا، بلاش الكعة بتاعتك دي. يو يا سي عصام، يعني اسيب السجادة واسكت؟ ايوه سيبيها. يا
يلا. حاضر طيب. أنا هروح عند جميلة أتفرج على فستان الفرح بتاعه. حاضر. ها، إيه رأيك في الفستان؟ جنان. ولسه أتفرج عليه لما أقفل السوستة. البت السيدة بتاعتك دي رزلة أوي. تصوري واقفة أتكلم مع عصام على محمود، فضلت واقفة لازقة يقول لها امشي ما تمشيش. قالت لها واخد على حصان، صاحبته يا ستي. صاحبته إزاي؟ عملتي كده يا ليلى، ما بتفهميش حاجة أبدا. إيه رأيك في تسريحة الشعر دي؟ اشتري على الفرح والنبي. انت عارفه بتفكريني بايه؟ بتفكريني بنفسي ليله ما شفتهم في المطبخ. كانت ليله خطوبتي، كان عندي مغص شنيع. رحت المطبخ عشان احضر نفسي حاجه سخنه. اول ما نورت النور بلمت زي كده بالظبط. وبعد يومين ماما فهمتني كل حاجه. على فين يا ليلى؟ اخسى عليكي، مش عاجبك الفستان ليه يا ليلى؟ عريان عريان. قصدك الصدر يعني؟ كله عريان كله عريان. انت مجنونة؟ مفيش حاجة مفيش حاجة. اصبر اصبر ايوه ايه الجو في الارض اتقلق. مش على حوارات مش كلمات وشربت كمان اتقلق. ازاي الكلام ده؟ مش معقول. انا جاي من هناك وشفت النار بعيني مولعة في كل حتة. مش مصدق. يلا بيشوف. يلا بينا يلا بينا يلا. عصام عصام تعالى اقول لك. بيحرقوا البلد ليه؟ ليه بنحرق بلدنا؟ الناس مظلومين يا محمود. دي خيانة. عندك حق. الخيانة ما ابتدتش النهارده بس. الخيانة ابتدت من أول يوم. وادي النهاية. ليه كل حاجة حلوة تنتهي نهاية وحشة؟ دي مش النهاية. النهاية احنا اللي هنعملها. أنا ومحمود وأنتي وكل الناس اللي بتحب مصر. أنا؟ ليلى. دي مش النهاية يا ليلى. صدقيني. صدقيني يا ليلى. ليلى. أنا ما بصدقش حد. عندنا أوامر بالقبض على جميع الفدائيين. ابن حبيبي يا
حسين انت صاحي؟ يا سلام، انا نفسي في فنجان شاي سخن. فينك يا ماما؟ صحيح الواحد ما يعرفش قيمه الاهل الا لما بيتحرم منه. محمود. نعم. انا عايز اكلمك في موضوع. في ايه يا حسين؟ على العموم دي مشكلتي انا، وانا اللي ضروري احلها. ارجوك يا ليلى، ارجوك اديني فرصه اكلمك. قلت لك 100 مره انت هنا. يا ما قلت له يا محمود اللي يمشي على الاصول ما يتعبش، والسكه اللي انت ماشي فيها دي سكه الندامه. هي فعلا سكه الندامه. النهارده ايه؟ يوم زي بقيه الايام. شهر ايه؟ شهر زي بقيه الشهور. اصل عايز احسب جينا امتى وبقالنا قد ايه؟ ما تعدش. يعني محدش عايز يريحني؟ النهارده 23 يوليو. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ست شهور. بقى لنا ست شهور. وهنقعد متلاحين هنا لغاية إمتى؟ في يوم من الأيام الناس هتقوم تكسر القضبان. كل القضبان. حلني، أما أهل الكهف قعدوا كام سنة؟ في إيه يا حسين؟ مظاهرة. مصهرة؟ امال يعني هتكون ايه؟ جنازة؟ ثورة؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ طيب ما بقول لك الجيش هو اللي قام بيها والشعب كله معاه. الدبابات في الشوارع وقصر عظيم وحاصل. ربنا بيحبنا مش كلنا نخرج. وليه بكرة؟ دلوقتي ثورة. ربنا ما يحرمنا من قعدتك معانا يا اخويا. اما كانت ايام ايام وانتهت ومش هترجع تاني ابدا. ربنا يسمع منك. الا قول لي بقى القيافه دي كلها ده عشان ليلى؟ ده انت واقع قوي اول مره يا حسين. فدايلي يا سميح، فدايلي. ربنا معاك. محمود موجود؟ ايوه يا سيدي اتفضل. لحظة كمل لبس واجيلك. خد راحتك. اعملي قهوة يا سناي. حاضر يا سيدي. أهلا وسهلا يا ابني، أهلا وسهلا. اتفضل استريح. الحمد لله بالسلامة يا ابني. الله يسلمك، إن شاء الله تكونوا بخير. الحمد لله يا ابني. ما صدقنا محمود خرج عشان نسافر. تسافروا؟ فرصة عايزة يعاودنا كل سنة، هو كان مأخرنا غير حكاية محمود. برضه يا بنت عامل القهوة من غير وش. يا دي الكسوف، لا مؤاخذة يا ابني اتفضل. هتسافروا امتى؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله. أهي ليلى وسناء نازلين النهاردة السوق يشتروا لنا شوية لوازم. حكيم سناء وعيلتها كل سنة يصيفوا معانا بورسعيد. لكن البنت يا روحي ما رضتش تسافر السنة دي قبل ليلى. الحمد لله. أهو محمود يشم نفسه. وليلى الأخرى يا ابني عدمانة من ساعة ما مسك أخوها وهي قافلة على روحها باب أوضتها. يلا بينا يا حسين. مش استنى يكمل قهوته. ايه الواد اللي تسوق بتاعتك دي؟ معلش اصل انا مستعجلين. قهوه دايما يا فندم. انست وشرفت يا ابني. سعيد يا ماما. مع السلامه. يلا بينا. ها
محمود احنا بعد عمر افندي حطوط على جميله. ما تنساش تبقى تيجي تاخدها. كويس انك فكرتيني. انت طبعا تعرف ليلى اختي. احنا اتقابلنا قبل كده. ايوه يا فندم اتقابلنا. المدموزيل سناء صاحبه اختي. الاستاذ حسين عامر. اهلا وسهلا. تشرفت. يلا بينا يا حسين. يلا بينا. محمود. ايوه ماما. مادام نازلين البلد خد اختك وسناء معاكم، ما هو في سكتكم. ان كانوا جاهزين. احنا جاهزين. يلا يا ليلى. لما حته كتمه الدنيا حر بشكل. معلش بكره تفرج. هبه الحب. الله الفيلم ده من عنوانه باين انه جنان. ضروري نروحوا يا ليلى. انت كده هتفضلي زي العيال مش هتكبري ابدا. تكبر على ايه؟ الحب يا سيدي. حب كلام فارغ ملوش وجود الا في الروايه. ايه رايك في الكلام ده يا استاذ حسين؟ عايزه نصيحتي يا سناء، اوعي تكبري. الواحد احسن له ما يكبرش من انه يضيع ايمانه بالحب. انا مع حسين يا سناء. خلاص نشوف الفيلم. روح. انت فاضي الخميس يا حسين؟ ايوه. قلت لك 100 مره مش هخرج، يعني مش هخرج. انت جرالك ايه؟ فهميني ليه بتهربي منه؟ انا ما بهربش. قولي هتيجوا معانا ولا زي كل مره هتغيروا رايكم؟ لا المره دي. لا يا محمود انا تعبانه مش عايزه اخرج. تقدري تقولي لي ليه مش عايزه تقابليك؟ انا سكتلك من زمان، لكن بصراحه بقى يا ليلى انت مش عاجباني. ايه بقى يا ستي اللي مش عاجبك؟ كل ارائك في الحياه اتغيرت، لما بسمعك تتكلمي بيتهيألي ان مامتك هي اللي بتتكلم. ماما اعقل مني ومنك مليون مره، لو كنت سمعت كلامها كنت اتجوزتي واحده اللي متجوزاها جميله. مالها جميله؟ هي عايشه مرتاحه ومطمنه. اخي يا ليلى، يعني انت تقدري تتجوزي من غير حب؟ وليه لا؟ على الاقل ابقى انا كمان مرتاحه ومطمنه، ومفيش حد في الدنيا يقدر يعذبني. وعشان كده خايفه تشوفي حسين. خايفه لا تحبيه؟ انا عمري ما هحب احد. عمري. فين ليلى؟ مش عايزة تخرج. اسمع يا حسين، أنا عارفة شعورك ناحيتها، وبصراحة هي بتبادلك نفس الشعور. هي اللي قالت لك؟ ليلى، ليلى مش ممكن تعترف حتى بينها وبين نفسها إنها بتميل لأي حد. لكن دي حتى مش عايزه تديني فرصه اكلمها. لازم تعذرها. حسين؟ حسين جالك جواب من اداره البعثات. جاتلي بعثة 3 سنين في ألمانيا. أسافر؟ أسافر يا ليلى؟ طبعا طبعا لازم تسافر. أنا مش هسافر، هستنى. محمود فوق. رايحة فين؟ استنى، عايز أكلمك في موضوع. فين؟ في أي حتة. مش ممكن، مش ممكن يا حسين. كلمتين بس يا ليلى، كلمتين. ما تخافيش يا ليلى، أنا عايزك تثقي فيا، أرجوك. سيبني يا حسين أرجوك، سيبني، سيبني في حالي. وإذا ما كنتش أقدر أسيبك، إذا كنت بحبك.
أنا بحبك يا ليلى، بحبك. لسه مرتبطة بعصام؟ أنا مش مرتبطة بحد، وعمري ما هرتبط بحد. تعرفي أنت محتاجة لإيه؟ محتاجة لحد يقعد يهزك لحد ما يفوقك، لحد ما تفهمي إن الدنيا ما انتهتش زي ما أنت متصورة، وإن اللي حصل ده كان لازم يحصل، لأنك ما عرفتيش تختاري. لكن للأسف ما عنديش وقت عشان أفوقك، لأني مسافر. وناوي تسافر إمتى بإذن الله؟ بعد كم يوم يا سميحة، لما أستكمل أوراقي. حسين، أنا شايفة إن بالك مشغول أوي الأيام دي. ليلى؟ أيوه. ضروري أشوفها قبل ما أسافر. انت عارف بتكلم مين؟ احنا دلوقتي ناس مهمين، معانا التوجيهية، بعد 4 سنين الليسانس، وبعد الليسانس حيلك حيلك. بعد الليسانس ايه يا ليلى؟ دارسة. على فكرة، هو حسين سافر ولا لسه؟ مين يعرف؟ ويا ترى هتقدر على بعده 3 سنين؟ هيا ليلى، مش ناوية تنزلي المية معانا؟ لا، هكمل الكتاب اللي في ايدي. يا سلام عليكي، انت دايما كده يا ليلى. يلا بينا يا محمود. يلا عن اذنك. أنا كنت فاكرة إنك سافرت. ما قدرتش أسافر من غير ما أشوفك. لسه مخصماني؟ ما هو لازم حاجة من اتنين، يا مخصماني يا خايفة مني. أخاف من إيه؟ سؤال وجيه. الواحد بيخاف من شخص تاني ليه؟ إما إن الشخص ده مؤذي أو خايف يحبه. أنا عمري ما هحب حد. متأكدة؟ طبعاً متأكدة. أنا شخصياً مش متأكد. قصدك إيه؟ قصدي إنك هتحبيني. هتحبيني أنا. هتصبحي في يوم من الصبح وتكتشفي إنك بتحبيني. بتضحكي على إيه؟ يا ريت يكون عندي ثقة في نفسي زيك كده يا حسين. مش فاهم حاجة. ايه اللي بيخليك متأكد بالشكل ده؟ زي ما اكون انا شخصيا قلت لك اني بحبك. الحاجات دي الواحد ما بيقولهاش بلسانه قد ما بيقولها بعينيه. وعينيا قالت لك ايه بقى؟ كفايه انها ما بتلمعش الا ليا انا بس. كفايه ان وشك ما بتنوروش الابتسامه الا ليا انا بس. انت بتتخيل حاجات وهميه، حاجات ما حصلتش ابدا. خديني على قد عقلي. انا اسف يا حسين. لا أرجوكي، أنا عايز أشوف وشك منور النهاردة زي ما شفته أول مرة. عايزة صحيح تساعديني قبل ما أسافر؟ طب خلينا نحلم مع بعض. نفرض مثلا إنك صحيت يوم الصبح واكتشفت إنك بتحبيني. وبعدين؟ وبعدين هتروحي على مكتب التلغراف وتبعتي لي التلغراف على عنواني في ألمانيا. أقول فيه إيه؟ قم بالترتيبات اللازمة لعقد زواجنا، سأخبرك في البرقية التالية موعد الوصول. وبعدين؟ تركب المركب وتيجي. كل السكة دي لوحدي؟ دي السكة اللي ضروري تمشيها لوحدك. طب افرض ان البحر كان هايج والموج عالي. عشان نوصل للبر ضروري نواجه الموج والبحر. وعلى البر الاقي ايه؟ قهوه مدلوقه؟ ما تضيعش وقتك، انا ما فيش فايده مني.
ليلى، عارفة هتلاقي على البر ايه؟ هتلاقي حاجة أهم مني، أهم من أي إنسان تاني. هتلاقي نفسك ليلى الحقيقية. تعالي هنا، رايحة فين؟ أنت مجنون، افرض محمود شافنا. وافرضي، أنا بحبك وفخور إني بحبك، نفسي محمود يعرف والدنيا كلها تعرف. بس مستنيك أنت يا حبيبتي، وعارف إن مسيرك ليا. ليلى، أنا مسافر بكرة الصبح، وعايزك تيجي تودعيني على المعدية. ومحمود؟ أنت لوحدك يا ليلى. ما أقدرش يا حسين أخرج من وراه. أنا غلطت مرة ومش عايز أغلط تاني. الحب اللي أنا بعتبره أجمل حاجة في حياتي، بتعتبريه أنت غلطة؟ مسافر الساعة كام؟ بنكمل المحاضرة الجاية، وما تنسوش الأسبوع الجاي عايز جميع الأبحاث تكون جاهزة، فاهمين؟ أنت مش ملاحظة إن الدكتور فؤاد ده ما بيضحكش أبداً؟ بس محاضرته هايلة. أستاذ فؤاد، تسمح لي بسؤال مفاجئ؟ نعم، الجمهورية الفاضلة عند أفلاطون، مش فيها شيء من الخيال. معلش، هنناقش الموضوع ده في محاضرة جاية بإذن الله. شكرا. كنت فين يا أنسة؟ اتأخرت شوية. وبعدين؟ تاني مرة بينظمي مواعيدك. اللي عايز يتعلم ضروري ينظم مواعيده. برضه حاطط نقر من نقرك؟ ايوه يا ستي، انما قولي ازاي لاحظ غيابك في وسط الطلبه كلهم؟ انا عارفه. ليلى، ابقي مري على حجره الطالبات، في جواب عشانك. جواب عشاني انا؟ ايوه، جواب ازرق. علينا اللي ما حد بيفتكرنا بكلمه. ابقي طمنينا على الاخبار.
عزيزتي ليلى، ترددت كثيرا قبل أن أكتب إليك، ولكن حنيني الجارف إلى الوطن لم يترك لي الاختيار، فقد أصبحت أنت رمزا لكل ما أحبه في وطني، وعندما أفكر في مصر أفكر فيك، وعندما أحن إلى مصر أحن إليك. أكاد أراك تبتسمين، فأنت لا تصدقينني، أليس كذلك؟ أنت لا تثقين بي، أنت تخافي أن تتعلقي بي، أن تفني كيانك في كياني. جواب إيه اللي جالك ده؟ أنا كنت حاضرة بالبنت وما حواجب دي قدام 20 بنت تقولي إن صاحبتك جالها جواب أزرق. ما تهوليش الحكاية أمال يا عديل، لو كنت شفت الضحك والغمز كنت عرفت إني أنا ما بهولش. مالكم بتتخانقوا ليه؟ اسأليها، إيه الحكاية ما تفهموني؟ جاني جواب من حسين بيقول إيه يا ليلى؟ بيقول إيه والنبي؟ هيقول إيه يعني؟ الكلام المحفوظ إياه، بحبك وبموت فيك وماليش غير، وتلاقي ما بينفعش من البنات الألماض. ما تقوليش كده عادي، حسين بيحبها. هي أمي سوى سمعتها في الكلية بالشكل ده. يا شيخ حرام عليك. حرام عليا إيه؟ لما حسين بيحبها ما طلبهاش من أهلها ليه؟ مين اللي بس بقى يا جماعة بس بقى؟ أنا مش عايزة حد منكم يجيب السيرة دي، وافهموا إن الحكاية دي ما بتهمنيش خالص. ليلى ليلى عايزة إيه تاني؟ ليلى ما تفتكريش اني بتدخل في شؤونك الخاصه، بس الجوابات دي هتخلي سمعتك في التراب. وعايزاني اعمل ايه؟ اكتبي له قولي له ما يبعتلكيش جوابات تاني في الكليه. ما اقدرش ما اقدرش يا عادي. بتحبي؟ امال ايه؟ هقول لك ايه بس مش هتفهمي. لا انا فاهمه كويس، على العموم انا اللي عليا عملته والاصول وفهمتها لك وانت حر. وانا احبك واريد منك ان تحبيني، ولكن لا أريد منك أن تفني كيانك في كياني ولا في كيان أي إنسان. أريد لك كيانك الخاص المستقل والثقة التي تنبعث من النفس لا من الآخرين، وإذ ذاك فقط تحققين السعادة. فأنت تعيسة يا حبيبتي، تعيسة لأن تيار الحياة فيك لم يمت بل بقي حيا يصارع من أجل الانطلاق. فانطلقي يا حبيبتي، افتح الباب للحياة عريضا على مصراعيه واتركيه مفتوحا، وفي الطريق المفتوح ستجدينني يا أنسة ليلى سليمان في انتظاري. الأنسة ليلى سليمان. أرجو إعادة السؤال. إيه الفرق بين نظرية أفلاطون ونظرية أرسطو في المعرفة؟ أسفة ما تتبعتش المحاضرة. كنت سرحانة طبعا. اللي واخد عقلك يتهناه وبتتعدي اللي بتهنده ولا شكل الفلك. يا أنسة ليلى السؤال ما كانش صعب، إنما الظاهر أنت مش معانا وضروري تشوفي لك حل، يا إما إنك تلتفت لدراستك يا إما إنك تقعدي في البيت أحسن. أنا مش فاهمة هو مستقصدني ليه؟ إشمعنى أنا اللي بيحلله يهزقني قدام كل الطلب؟ يا شيخة بلاش دلع فارغ، هيستقصدك ليه يعني؟ الراجل عاوز مصلحته. الحقيقة عديلة هو زودها شوية، هو يعني مفيش في المحاضرة غيرها؟ ليلى، ليكي جواب تاني في اللوحة، جواب أزرق. أنت هتلاميها بتنتي ولا لأ؟ عاجبك كده؟ تعالي ما يتريق عليها. ليلى لما تردي على جواب الازرق يبقى سلمي لنا عليه، سلام حر قوي. عديلة تعالي خدي ده. ايه ده؟ عنوان حسين، اكتبي قولي له اللي انت عايزاه. وانت ما تكتبلوش ليه؟ مش قادره عديله مش قادره. لا 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 يا عديله ولا ده، امال عايزه ايه؟
عايزه حاجه ارق. ارق ده ايه؟ ده جواب بتقطع فيه كل علاقه بينكم. وماله ده ما يمنعش. واشكري. انا انت مش بتكتبي الجواب باسمي، انا اللي بشكره. على ايه؟ على كل حاجه. اكتبي. وانا اشكرك من كل قلبي على ما فعلته من اجلي. على كل شيء. اجتماع الدكتور وحيد. فلسفة دكتور فؤاد. ييه، هو الدكتور فؤاد ورانا ورانا؟ هيدرس لنا فلسفة السنة دي كمان؟ اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. ممكن أستلف منك المرجع ده بعد ما تخلصي منه؟ أوي. أنت عارفة إني معجب جدا بمناقشاتك في المحاضرات؟ عارفة كمان إني بكتب شعر؟ صحيح؟ والله، تحب أسمعك شوية كلام فارغ من اللي أنا كاتبه؟ شفتوا الكتاب ده؟ ممكن أتلفه؟ في نسخة منه في المكتبة. أنا آسف. أنا أحب كتبي تفضل نظيفة. ما أحبش حد يمسها أبداً. لو حد مس كتاب ما أقدرش أطالع فيه. ما أشعرش إنه كتابي. شفت الكتاب يا أنسة؟ لا يا فندم. يعني ما فتحتهوش؟ مكسوفة ولا إيه؟ أنا خلاص ما بقتش قادرة أستحمل أكتر من كده. باين حد بيقني السنة دي كمان. ما يكونش بيحبك ونبلاش هزار يا عديل. حب إيه ده؟ ده كره مش حب. كره حب؟ أنا لازم أتفاهم معاه. أنا هروح أكلمه. هتقولي له إيه بس يا ليلى؟ هقول اللي هقوله، المهم إنه ما يضايقنيش بالشكل ده. أفندم. البحث بتاعي من فضلك. استني. افتح البحث كده وشوف التقدير. جيد جدا مش كده؟ كان ممكن تاخدي ممتاز. عارفة ليه ما خدتيش ممتاز؟ ما تردي. عشان بتضيعي وقتك. وبتستخدمي المكتبة في أغراض ما اتعملتش علشانها. انت بتكرهيني مش كده؟ ليه؟ عشان عايزك تمشي صح؟ عشان عايزك تبقي احسن بنت في الكلية؟ عايزك تجاوبي على سؤال واحد بس. اللي عملتيه ده صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ انا ما غلطتش في حاجة. ليلى، لحظة واحدة من فضلك. مفيش داعي للعياط. في حاجة صغيرة عايز أقولك عليها قبل ما تخرجي. بس كتير من اللي بيسموا نفسهم مثقفين بيستهينوا بالأصول والتقاليد بتاعتنا. لكن لازم تفهمي إن الأصول دي هي اللي بتربطنا بالأرض. من غيرها نبقى زي الشجرة ملهاش جذور، شوية هوا تجرفها ويصحي توقعها كمان. تقدري تنصرفي دلوقتي. Thank you.
الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة طبعا. يلا صباح الخير يا استاذ. صباح الخير ليلى. افندم. ايه ده؟ هو ايه اللي شفايفك؟ روج. ما انا عارف انه روج، لكن انت حاطاه ليه؟ عمري ما شفتك حاطه روج قبل كده. كل البنات بتحط روج. انت لازم تبقي زي كل البنات، ليه ما تكونيش احسن منهم؟ انا مش احسن من حد. انت قطعا احسن. ليه؟ لان انا اعتقد كده. ألف مبروك يا بنتي، أرينا الفتحة على بركة الله. يا حبيبتي الخطوبة يا الخميس الجاي، والدخلة في أول نوفمبر بإذن الله. يعني محدش خد رأيي. وهي دي جوازة عايزة أخد رأيي يا بنتي؟ ده أنا من يوم فرح جميلة وأنا بدعي إن ربنا يجعل بختك زي بختها. أهو طلع بختها من السماء. أنا خلاص ما بقتش أستحمل أكتر من كده. أنت فاهمة إيه معنى الست لما تعيش مع واحد بتكرهه وتفكر إنها تخونه كل لحظة؟ مش الطلاق أشرف لي؟ أنا قلت لك مش عايزة فضايح، مش عايزة فضايح. الطلاق فضايح، لكن أي حاجة في السر مش مهم، مش كده؟ أنا أهون علي أشوفك ميتة ولا تجيبي سيرة الطلاق ده أبداً. إحنا ما عندناش أبداً حد في العيلة اتطلق، أنتِ فاهمة؟ ما تتحركيش يا حبيبتي. والله يا أختي ما أنا عارفة أرد جمايلك إزاي. الفستان وخيطتيه، والخطوبة هتتعمل في بيت جميل. يا سلام، هو إحنا عندنا كام ليلة؟ أيوه، بعد لما ينظبط الوسط هيبقى جنان. عارفة يا ليلى الفستان طلع زي ايه؟ زي ايه؟ زي فستان جوازي، بس ده مقفول والتاني مكشوف، نفس الموضوع نفس الشغل. مالك يا ليلى؟ ولا حاجة، خلاص يا خالتي مش كده؟ خلاص ربنا يتم بخير. شاكرين، عقبال أولادك. عقبال كاتب كتاب الفرح. شكرا قوي. بصين كده هون بعض وسايحين خالص ونسين نفسهم ونسين الطلبه، وبعدين طب عليهم الاستاذ. كنت بتضحكي على ايه؟ يعني بقيتوا اصدقاء انت وصدقي. فاكره؟ كان لعب عيال مش كده؟ تعرفي يا ليلى انا ناوي اعمل ايه لما اتجوز؟ اول بنت ليا هسميها على اسمك ليلى. رامي. يلا يا ليلى اتفضل. جميل. يا سلام، هو احنا عندنا كام ليلة؟ وعشان كمان الاستاذ فؤاد يكون مبسوط، احنا عارفين انه ما يحبش الحفلات والكلام الفارغ ده، بس نعمل ايه بقى؟ ضروري ياخدنا على قد عقلنا. معلوم يا ست، احنا متشكرين قوي. خدتي بالك يا ليلى، انا عملت كل حاجه زي يوم خطوبتي بالظبط. زي يوم خطوبتك تمام. بس انت مطرحي والدكتور فؤاد مطرح. لطيفة جميلة مش كده؟ تعرف ان احنا متربيين في بيت واحد؟ جايز، بس انتي حاجة وهي حاجة تانية، عمرك ما هتكوني زيها.
ايه بتحكي عليه؟ لا اصلك قلت الجملة دي بطريقة غريبة، زي ما تكون زعلان اني مش زيها. وانت لو كنت زيها ما كنتش اتجوزتك. انت مطيعة وهادية، اسمعي الكلام. يعني هتتجوزني عشان كده بس؟ امال يعني عشان ايه؟ مش كده؟ في خطوبة رسمي؟ لا في حب. مفيش حاجة اسمها حب، دي كلمة اخترعها الإنسان المتحضر عشان يبرر بيها رغباته، واللي انت شايفاه قدامك ده اندفاع، زي اندفاع الحيوان ورا غريزته بالظبط. دي اللحظة اللي كنت مستنياها طول عمري. بس مستنيك انت يا حبيبتي، وعارف ان مسيرك ليا. مالك يا ليلى، في حاجة؟ لا ولا حاجة، الزهر الدوشة تعبتني، خش حاضريني عن الخيانة، حاضريني عن الفضيلة. ما تتكلمي، ما بتنطقيش ليه؟ طبعا ما يصحش تكلمي واحدة زيي. معلوم واحدة زيك محترمة هتبقى مرات الأستاذ، حضرة الأستاذ اللي عارفة صدقي أشرف منه، على الأقل مش عامل إله زيه، على الأقل ما بيخبيش حقيقته. أنت تفهمي إيه في الدنيا؟ تفهمي إيه؟ تفهمي إيه اللي تقاسيه ست لما تعيش مع راجل ما بتحبوش؟ قالولك دي في الكتب، فهموكي دي. فهموكي إيه شعور الست لما قلبها ينشف، لما جسمها ينشف، عشان مستنية حد يقولها كلمة أحبك. أعمل إيه؟ قولي لي اعمل ايه؟ هتقولي لي الطلاق مش كده؟ بسيط، السرير اللي قدامك ده نمت عليه 3 ايام بين الحياه والموت، بلعت انبوبه اسبرين، وامي تقول لي مش عايزه فضايح، اقول لها مش الطلاق اشرف من الخيانه؟ تقول لي مش عايزه فضايح، ما دام في السر خلاص، ما دام محدش شايف مش مهم،
وادي اصولهم. وانت يا ست يا صاحبه المبادئ اديكي هتتجوزي جوازه زي جوازتي. قولي لي بقى هتعملي ايه؟ شفت يا سليمان قد ايه البنت كانت فرحانه وسعيده؟ البنت هتتستر باذن الله. الحمد لله هم ونزح عن قلب الواحد. رضا اد احنا عملنا اللي علينا قدام ربنا وقدام الناس. عزيزتي ليلى، تلقيت خطابا من محمود يخبرني فيه ان خطبتك ستعلن، وبالامس كتبت لك خطابا مجنونا ثم مزقته. أتصدقين أنني ما زلت أحبك؟ واليوم أشعر أنني في حالة أفضل تمكنني من التفكير السليم، ولذلك أكتب إليك عشان لما تكبر تقدر تقف على رجليك وتو ما بقيت بني آدم. عايز ترقصنا؟ فأنا سعيد من أجلك يا عزيزتي، سعيد لأنك استطعت أخيرا أن تدفعي الباب وأن تنطلقي، ولا بد أنك تمضين الآن في الطريق المفتوح، واللمعة في عينيك والإشراقة في وجهك. لا تتألمي من أجلي ولا تلومي نفسك، فأنت لم تشجعيني، ولكن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل في الفكرة المجنونة التي سيطرت علي؟ فكرة أنك لي وأنا لك مهما طال الزمن. إن الخطأ الوحيد الذي ارتكبتيه هو أنك جعلتيني أراك، وأنك جميلة، وأنك رقيقة، وأنك أنت. يا بابا أنا مش هتجوز العيلة، أنا هتجوز البنت. ده هي من إياه، من البنات اللي دايرين على حل التعارف. والله والله لو كانت بنتي لكنت قتلتها قتل. أنا آسف يا بابا، يظهر حضرتك مش قادر تفهمني. مين يقدر يفهمك؟ مين يقدر يفهم ان بني ادم مفلس زي حضرتك متخرج اول امبارح عايز يتجوز ويفتح بيت ويربي عيال ويتحمل مسؤوليات؟ والله والله لو اتجوزتها لن تبني ولا اعرفك. يا ابني يا حبيبي كل شيء بالاصول، اللي يمشي عن اصول ما يتعبش. يا ماما اللي بتسموه اصول مش اصول بالمره، ده اصل كل بلوى احنا واعيين فيها. الناس اتغيرت والافكار اتغيرت وانتوا لسه على الافكار القديمه بتاعتكم. اهلا وسهلا، تعالى يا استاذ الحقني، مفيش غيرك انت اللي يعرف يعقل المجنون ده. مفيش حاجه اسمها حب، في رغبة، رغبة تنتهي لما الإنسان ينال اللي هو عايزه، والرغبة حاجة والجواز حاجة تانية. أنا مش فاهم قصدك إيه بالظبط. لازم تتجوز يا محمود، خلاص أفلست، مفيش طريقة. ما أنت ماشي معاها يا أخي. أنا مش مصدق وداني. افهمني، الإنسان لما يتجوز لازم يتجوز واحدة تعيش تحت رجليه، واحدة تخدمه، واحدة تاخد بالها من بيته وتربي له أولاده وبس، واحدة يقدر يسيطر عليها ويشكلها في ايده زي حتة العجينة. انت، انت تقول الكلام ده؟ ايه؟ ايه ما تنطقي؟ مفيش حاجة. ولما مفيش حاجة ازاي بتدخلي عليا كده من غير استئذان؟ أنا عايزة أكلمك في موضوع جوازي. عايزة ايه؟ أنا مش عايزة. عايزة ايه أنت كمان؟ ولا حاجة، ولا حاجة، ولا حاجة يا بابا. مفيش فايدة. Thank you.
اللحظات الحاسمة التي تمر بها البلاد يستطيع كل فرد منا أن يساهم بنصيب في الدفاع عن أرض الوطن. فإذا لم يكن في مقدورك حمل السلاح فجد بقطرات من دمك لإنقاذ من يضحون بدمائهم للدفاع عن أفراد طبقتنا. أقصد اليوم دائرة الخوف والركود، دائرة الأصول، نفس الأصول التي جعلت عصام يخونك وجعلت محمود يشعر بالعزلة في معركة القناة، نفس الأصول التي تكرهينها وأكرهها. فانطلقي يا حبيبتي، سلي كيانك الآخرين بالملايين من الآخرين، بالأرض الطيبة أرضنا، بالشعب الطيب شعبنا، وستجدين حبا أكبر مني ومنك، حبا كبيرا يكبر به الإنسان ويشتد، حب الوطن. الحمد لله على السلامة يا حسين، طمني أخبارك إيه؟ الحمد لله، بس كنت خايف ملحقش أرجع. وأنت ناوي تعمل إيه؟ هسافر بورسعيد، هندمر المقاومة الشعبية. إمتى؟ الليلة. على العموم هحصلك. بابا بابا ليلى، انا مسافر ومش مطمن. تفتكر فؤاد هو الراجل اللي يقدر يساعدك؟ روح يا محمود، روح للقطر يفوتك. سلم لي على سنة. نجيب لك ايه معانا من بورسعيد؟ الحريه، الحريه يا محمود. يعني يا بنتي ما تجيش جوازتك الا في الايام الوحشه دي؟ والله أنا شايف مفيش داعي للهيصة دي كلها. على إيه معازيم وناس وفرح؟ خليها حاجة كده على الضيق. مظبوط، عين العقل والله. يا خبر يا أستاذ، نجوزها كده هو من غير فرح ولا مزيكا ولا عوالم؟ إحنا عندنا كام ليلة؟ يلا يا ليلى يا صح، يلا يا بنتي يا ليلى. قابلت محمود قبل ما يسافر بورسعيد وعرفت منه كل حاجة. ليه يا ليلى؟ ليه تعملي حاجة قلبك مش راضي عنها؟ ليه تتجوزي واحد ما بتحبهوش؟ لحد امتى هتفضلي تهربي من الحقيقة؟ لا،
ليلى، انت بتحبيني. وايه الفايدة؟ ايه الفايدة؟ انا مسافر بكرة بورسعيد، تعالي معايا. انت خايفة من ايه؟ من ابوكي؟ من فؤاد؟ من نفسي. كل يوم اتشجع واقول خلاص هكسر القيود وما اقدرش. عشان انت لوحدك، لكن دلوقتي انت معايا. بلاش معايا، تعالي لحاجة اكبر مني ومنك، للناس. الناس اللي طول عمرك بتحبيهم. وانا اقدر اعمل ايه للناس؟ اي حاجة. ناولي واحد بيموت شوية مية وساعتها هتنسي خوفك، ساعتها هتحسي بيهم وياكي بيقووكي، ساعتها هتلاقي نفسك حرة. ليلى فتحي عينيكي. انا شايفة، شايفة كل حاجة. شايفة وبرضه رايحة للسجن برجليكي. ارجوك سيبني في حالي، أنا خلاص ما بقاش مني فايدة. أنت في قرارة نفسك بتؤمني بالتحرر، بالحب، بالحياة. اعملي اللي بتؤمني بيه قبل فوات الأوان. حلالات وطاق. انا شايف ان احنا ما نقعدش في مصر، من بكره ناخد بعضنا ونروح على الفيوم، وهناك كل وسائل الراحه متاحه. ولا ايه رايكم؟ والله ممكن. محطة السكة الحديد أن تعلن أن مواعيد قيام القطارات المتجهة إلى الصعيد قد تأجل لمدة ساعة. الأسبقية الآن في كل الخطوط للقطارات من وإلى بورسعيد. ودلوقتي هنعمل إيه بقى يا أستاذ فؤاد؟ مفيش غير إن إحنا نستنى. اتفضلوا دكتور الصلاح. تعال.
ناولي واحد بيموت شوية مية، ساعتها هتنسي خوفك، ساعتها هتحسي بالناس وياكي بيقوكي، ساعتها هتلاقي نفسك حرة. ليلى، ايه الحكاية؟ انت فين؟ مالك ما بترديش ليه؟ عاوز مني ايه؟ تتفضلي تقعدي معانا هناك. ايه الحكمة انك تعرضي نفسك للمناظر دي؟ ودلوقتي تسمحي تيجي معايا؟ على فين؟ الدنيا كلها قيود، كلها مظاهر، كلها خوف. أنا مش عايزة أبني حياتي على الخوف. دلوقتي بقيت شايفاك، شايفاكم على حقيقتكم. الحياة بالنسبة لكم باب مقفول على أنانيتكم، وأنا الحياة بالنسبة لي باب مفتوح على الأمل، على المستقبل. إيه الحكاية؟ عمال أكلمك أكلمك وأنت ما ترديش. ماشي يا بابا، ما تقفش في طريقي. رايح فين؟ مسافرة بورسعيد. انتي كلمتي؟ لا يا بابا، انا ابتديت اعقل.